السلام عليكم. إصابة الفنانة إيمان السيد بفيروس كورونا. الفنانة إيمان السيد يمكن اللي ما يعرفهاش من أشهر الحاجة اللي طلعت فيها مسلسل زهايمر، اللي هي اتجوزت عادل إمام في المسلسل وهو مع نيلي كريم، كانت الزوجة الثانية مع نيلي كريم. المهم إيمان السيد أحمد دي تعتبر يعني مش هنقدر نقول من الممثلين المشاهير جدا او الضخمين جدا، ولكن يعني ادوارها مميزة، ولكنها اصيبت مؤخرا بفيروس كورونا. وهي ايمان السيد من الناس اللي ما غيروش اساميهم، يعني هو ده اسمها الحقيقي. عامة هي سنها في الوقت الحالي حوالي 41 سنة، لان هي من مواليد 1980 شهر ابريل 7 ابريل، يعني عندها حوالي 41 سنة. وهي يعني تقدر تقول فيروس كورونا مؤثر فيها جامد، و يعني الرئة عندها بيقال ان هي متضررة شوية. احنا يعني عامة ربنا يشفيها ويشفي كل المرضى بتوع كورونا، وهي مش الوحيدة اللي اصيبت بكورونا في الفترة الاخيرة دي. زي ما يكون في عندنا قطر بتاع كورونا والناس عمالة تركب فيه. يعني عندك هي اصيبت في الوقت الحالي، وقبل منها كان في جومانة مراد الممثلة السورية، وكان في قبل منها يسرى وامير كرارة وقال الابراشي، واعداد كبيره جدا عمانا تمشي كده ورا بعض ورا بعض ورا بعض. وعماد متعب، وقبل منه كان في محمد صلاح، وكان في البيج رامي، وكان في رجاء الجداوي، وكان في فايق العزب، في ناس، وكان في نشوى مصطفى. يعني الاسامي بقت كتير قوي لدرجه الواحد بقى ينساها. في ناس يعني الحمد لله ربنا انعم عليهم بالشفاء، وفي ناس الجهاز المناعي بتاعهم لم يتحمل وتوفوا الى رحمه الله. ففي الوقت الحالي دي الموجة الثانية من فيروس كورونا. الفيروس نازل بشراسة، مع ان الناس معتقدين ان خلاص لمجرد ان اللقاح بتاعه بقى موجود ان خلاص بقى نمشي بقى ومش في دماغنا بقى ومفيش لا ماسك ولا بتاع ولا اي حاجة، وخلاص العلاج موجود. يا جماعة اللي موجود ده مش علاج، ده لقاح، ده مش مضاد حيوي هتاخد منه برشامتين وتخف، ده مجرد ان الشخص جاله فيروس كورونا خلاص ده ما ينفعش ياخده اساسا، ده بيتاخد للشخص الصحيح السليم علشان يعمل وقاية واجسام مضادة في الجهاز المناعي، يبقى متعرف على فيروس كورونا بحيث لما يجيله يبقى الجهاز عامل حسابه وجاهز، ما ياخدش الاربع او خمس ايام اللي هو بيفك الشفرة بتاعت الشفرة الجينية بتاعت الفيروس ويبتدي يعمل له اجسام مضادة، فياخد وقت. الوقت ده هو اللي ممكن يكون فيه الفيروس قضى على الجهاز التنفسي بتاع الشخص. فانت بتاخد في الاول المصل دوت او التطعيم من فيروس كورونا بيبقى شبه ميت او ميت، فالجهاز المناعي اول ما بيدخل بيكتشف ان ده جسم غريب فبيكون له اجسام مضادة. فلما بيجيله بقى الفيروس الحقيقي مستقبلا الجهاز المناعي بيقدر يفك، بيبقى خلاص عنده موجود في السيستم بتاعه الانتي فيروس بتاعه، فاول ما بيجي بيحضر له الاجسام المضادة ويطلعها على طول، فبيبقى بيقضي عليه اسرع وافضل وما بياخدش وقت. ان الفيروس بيبقى قدامه مساحة وتوقيت ان هو يقضي على الشخص الجهاز المناعي بتاعه ضعيف قبل ما يكون اجسام مضادة. انما انت دلوقتي لو خلاص دخلك الفيروس كورونا لسه في عز نشاطه قوته، لو خدت البتاع ده ملوش اي قيمه، ملوش اي لازمه، انت خدت اللي هو على ابوه على اصوله، فيتعدي منه يا ما تعديش. فيعني الناس لازم تاخد الاجراءات الاحترازيه، وكانه لا يوجد علاج حتى الان لغايه لما حضرتك كده تفضل مشكورا ويوصلك المصل وتاخده وربنا يسهل الدنيا تمشي. واحد زي محمد صلاح جاله فيروس كورونا والحمد لله عدى منه، راجل الجهاز المناعي بتاعه محترم قوي بسم الله ما شاء الله عليه. واحد زي البيج رامي الجهاز بتاعه قوي، انما واحد زي مثلا زي رجاء الجداوي السن والجهاز المناعي تاثير ما قدرش يتحمل. واحد زي الفنان فايق العزب ما قدرش يتحمل. في ناس كتير جدا، في سياسيين واعلاميين ورياضيين وناس عاديه، ما بيفرقش ما بين ده وده، لا غني ولا فقير ولا ثاع، ما بيفرقش معاه، ده مرض بيعدي على اي حد. في ناس كتير يقول لك ده اللي معاه فلوس هيتعالج واللي معهوش مش هيتعالج، مش هتفرق، كله محصل بعض. هو المهم الناس تاخد الاجراءات الاحترازيه وكانه لا يوجد علاج لغايه لما يوصلك المصل، وحضرتك بقى تنتظر الابديت بتاع الكورونا اللي هو التحديث بتاعه، اللي هو كورونا بيطور نفسه زي ما انت بتعمل له حاجة بموته، هو برضو عايز يعمل حاجة بموتك، يعني هو حرب ما بين البشر والفيروس.
إذا كان بقى الفيروس ده أنتج بشكل طبيعي، تحور بشكل طبيعي، أنتج في المعامل، هل هو حرب بيولوجية على البشر علشان شركات أدوية تلم فلوس أو مؤامرات أخرى؟ الله يعلم. الأيام والوضع هيثبتوا صحة النظريات دي وكذبها. هل هو وضع مدبر من قوى موجودة؟ إيه الجديد؟ إيه القديم؟ كل ده هيبقى